مصطفى محمود. توقعاتك ايه في ماتش الاهلي النهارده؟ لا ان شاء الله باذن الله النهارده الاهلي هيكسب ان شاء الله 2-0. مين اللي هيجيب الجول؟ عبد الله السعيد هيجيب جول ان شاء الله، ورمضان هيجيب جول. توقعات النهارده ان شاء الله نفتح بالديسكو، يبقى الماتش الثاني في القاهره ان شاء الله يبقى تحت الحرس. تتوقع يكسب كام؟ مش هنكسب اكتر من واحد. مين اللي هيجيب جول؟ انا متوقع اي واحد يجيب جول، سواء ال 11 اللي في الملعب او البدلاء، كله باسم الاهلي وقبل كده باسم مصر. توقعاتك ايه في الماتش النهارده؟ والله انا شايف ان الاهلي هيلعب كويس، هيأدي بشكل كويس، خصوصا ان هو كان خسران ماتش المصري، ولازم يأدي بنتائج كويسه عشان يحتل صداره المجموعه من بدري. توقعاتك يكسب كام؟ ان شاء الله 3، واللي هيسجل مؤمن وجون انطول ان شاء الله. السيد عبد الشافي، توقعاتك ايه النهارده ماتش الاهلي؟ النهارده الاهلي هيلعب الساعه 2، توقعاتك يكسب كام؟ والله ان شاء الله الاهلي هو الاهلي، مهما يعني مهما كان ومهما تهزم الاهلي كبير وكبير وكبير، وان شاء الله يفوز بامر الله. هيكسب كام النهارده؟ اعتقد 2-0 باذن الله. الفوز للاهلي، الاهلي فريق قوي، فريق حلو، اعظم نادي في الكون، باذن الله هنكسب النهارده. باذن الله كده هي تقريبا 2-0 او 3 باذن الله. النهارده لو هيلعب رمضان، اتمنى رمضان انه يجيب اجوان، هو وعبد الله السعيد. توقعاتك ايه النهارده في ماتش الاهلي؟ ان شاء الله الاهلي يكسب ويقدم مباراه كويسه جامد جدا ويشرف مصر انه بيلعب باسم مصر. تتوقع يكسب كام النهارده؟ هو المهم ان هو يكسب ان شاء الله، لان احنا يهمنا النتيجه. توقعاتك ايه النهارده في ماتش الاهلي؟ التعادل. التعادل. مش هتفرق سلبي او ايجابي، بس انا عارف ان النادي ما بيلعبش بره، ما بيفوزش بره. عامل الملعب، عامل المناخ، عامل الجو، التحكيم، الكلام ده كله.